لو الحكاية فيها إن فيتو. النهاردة الثلاث 14 مارس، النهاردة القمر موجود في برج الميزان، عندنا كمان أورانوس وعطارد الاثنين موجودين في برج الحمل، وعندنا المريخ موجود في برج الثور، وعندنا زحل موجود في برج القوس، والشمس في برج الحوت، ونبتون في برج الحوت كمان، عندنا كمان بلوتو في برج الجدي، وعندنا ما زال كوكبين بيتراجعوا، فينوس بيتراجع في برج الحمل، والمشتري بيتراجع في برج الميزان. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر ما زال في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد برج الحمل ان هم يتملكوا اعصابهم قدام الخلافات، لان الاختلاف وارد خصوصا مع شركاء الحياة ومع شركاء العمل. كمان مطلوب منهم ان هم يتحكموا في ردود افعالهم، ويحاولوا ما يتسرعوش في الحركة حفاظا على سلامتهم. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، وده بيحفز حركتهم وبيديهم رغبة في ان هم يهتموا اكتر بشغلهم ويهتموا اكتر بواجباتهم المنزلية. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وأقول لمواليد الجوزاء النهاردة ما تترددوش في إعلان مشاعركم، ولا كمان في الشغل ممكن يكون يوم مناسب ان انتوا تعلنوا عن مطالبكم، في احتمالات كبيرة للنجاح النهاردة. فلو مثلا حد عايز يرتبط وعايز يعلن عن مشاعره، النهاردة يوم مناسب جدا للإعلان عن مشاعره، وفي احتمالات كويسة للنجاح. كمان في العمل لو ليكم اي حقوق متأخرة او عايزين تطالبوا بيها، النهاردة يوم مناسب للمطالبة بالحقوق، وان شاء الله تكونوا موفقين. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر معاكس معاهم في منزل العيلة والحياة الاجتماعية، ومطلوب من مواليد برج السرطان ان هم يبذلوا جهد عشان يحاولوا يكونوا متوافقين مع اللي حواليهم سواء عائليا او اجتماعيا. اهم حاجة اقولها لبرج السرطان، اتحكموا في اظهار انفعالاتكم، لانهم النهاردة يميلوا للانفعال بسرعة. كمان هقول لمواليد السرطان ما تسيبوش نفسكم انكم تعيشوا في الماضي او للحزن وللكآبة. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم، والنهاردة هتنفعهم جدا علاقاتهم الاجتماعية، وينفعهم جدا معارفهم. عندهم استعداد ان هم يظهروا تعاون وتعاطف مع الاخرين، وكمان عن مواليد الاسد النهاردة هيكونوا موفقين بسبب موهبتهم الكلامية، هيعرفوا ازاي يتكلموا بلباقة ويعرضوا افكارهم بذكاء. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة ده يوم مناسب جدا لمواليد العذراء ماليا، يقدروا يعني مناسب للبيع وللشراء، ويقدروا ان هم يدرسوا كويس امورهم المالية، هيكونوا موفقين ان شاء الله في دراسة الامور المالية. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر في برجهم، وده بيخليهم جذابين جدا، وممكن يديهم أخبار حلوة ومفاجآت سارة إن شاء الله. النهاردة كمان أقول مواليد الميزان لو عايزين ينجزوا حاجة ويكونوا موفقين فيها، إن شاء الله هيكون عندهم موفقين مهنيا وماليا وعاطفيا واجتماعيا. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، وده بيدفع مواليد العقرب ان هم يبتعدوا شوية عن الناس وعن الاضواء، وده هيكون في صالحهم، وهيكون كمان في صالحهم ان هم يعملوا في صمت وما يعلنوش خططهم ويتجنبوا الزهو بنفسه. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم، ويقدروا النهاردة ان هم يقضوا اوقات حلوة مع الاصحاب، ويمكن يكون عندهم رغبة في ان هم يقابلوا اصحاب قدام،
أو يقضوا أوقات ممتعة عموما اجتماعيا وعاطفيا. فيعني يا ريت مواليد القوس يستفيدوا من الإيجابيات بتاعة النهاردة. كمان مواليد القوس أقول لهم لسه عندكم يوم كمان وكمان بكرة، عندكم فرصة لو عندكم مشاريع أن أنتوا تنموها، فاستفيدوا النهاردة في تنمية مشروعاتكم. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة للأسف عندهم يوم كمان في معاكسات فلكية في المهنة، ومطلوب من مواليد الجدي ان هم يعني ما يحاولوا ان هم ما يستفزوش من اي حد، في ممكن يقابلوا ناس عايزة تشعل ازمات، فيحاولوا يكونوا لبقين قدام اي استفزاز. كمان مطلوب من مواليد الجدي ان هم يعملوا اللي عليهم في شغلهم عشان ما تتخذش ضدهم اي اخطاء، ويحاولوا يكونوا يقظين لاي مكائد. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، وده بيديهم فرصة النهاردة ان هم يتطوروا وان هم يوصلوا المعلومات تساعدهم على التطور والتقدم. وكمان يعني ممكن يحققوا مكاسب مالية هايلة او يخططوا لسفر او لرحلة. اقول كمان لمواليد الدلو لو عندهم علاقات مع جهات اجنبية هيكون النهاردة ممكن يكونوا موفقين جدا في تعاملاتهم مع جهات خارجية او جهات اجنبية. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم الوضع الفلكي مناسب جدا ماليا، وممكن النهاردة يخليهم يدفعهم للتخطيط للمستقبل ولتنمية مدخراتهم. وممكن يكون كمان يوم مناسب لمواليد الحوت في البيع وفي الشراء، خصوصا لو عندهم ممتلكات عايزين يبيعوها او عايزين يزودوها. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهارده.